السلام عليكم يا شباب. النهارده ان شاء الله انا عايز اكلمكم عن طيارات النقل العسكري او الشحن العسكري. طبعا قنوات يوتيوب سياسيه اتكلمت في المواضيع دي كتير جدا، بس بما ان قناتي علميه حبيت ان انا اعمل لكم حاجه مختلفه. النهارده انا هقول لكم على طيارات الشحن العسكري اللي بيملكها الجيش المصري بالمواصفات بتاعتها. مش هقول لك في كام طياره، انا هقول لك الطياره ومواصفاتها. اول واحده معانا انتونوف ان 74، ودي النسخه المطوره من انتونوف ان 72. مميزات الطياره دي ان هي ممكن تقلع وتهبط على ممرات قصيره وكمان على طرق غير ممهده حتى في الصحراء، وده لان المسافه المطلوبه علشان تقلع 470 متر وعلشان تهبط 450 متر. عدد الطاقم اللي فيها بيبقوا 3، وتقدر تشيل 50 مظلي مستعدين بالكامل بكامل ادواتهم، و60 جندي بمعداتهم، و40 حامله طبيه. طولها 26.5 متر، المسافة بين الجناحين 26 متر، ارتفاعها 8 متر، مساحة الأجنحة بتاعتها 98 متر مربع، وزنها وهي فاضية 7.5 طن، وزنها وهي محملة بالوقود وبكل حاجة حوالي 19 طن، لكن أقصى وزن ليها علشان تقدر تقلع 33 طن. فيها 2 محرك لو تعرف دي 36، اللي مش متخيل قوته ده بيدي قوة دفع 64 كيلو نيوتن. السرعة القصوى بتاعتها 705 كيلو متر في الساعة الواحدة، المدى بتاعها 4800 كيلو متر. أقصى ارتفاع ليها ممكن توصله 11800 متر، يعني حوالي كده 12 كيلو متر. تعالى بقى عند التسليح بتاعها، فيها مدفع رشاش من عيار 23 ملي، وده بيبقى للاشتباكات القريبة. تحت كل جناح في صاروخ يو بي 32 ام، وكمان بيبقى فيها 4 قنابل وزن القنبلة الواحدة 100 كيلو. تاني طيارة معانا بيتش كرافت 1900، مع الأسف مفيش عنها معلومات كتير، بس حمولتها حوالي 19 راكب، وتقدر تطير في كل الأحوال الجوية، وكمان تقدر تقلع وتهبط على ممرات قصيرة نسبيا. المدى بتاعها حوالي 1000 كيلو متر. سعر الطيارة دي 5 مليون دولار. في طيارة تانية من نوع بيتش كرافت اسمها ملك الهواء، ومع الأسف برضو مفيش معلومات كتير عنها، بس سرعتها القصوى 574 كيلو متر في الساعة، والنطاق بتاعها 3185 كيلو متر، اما اقصى ارتفاع ليها 11 كيلو متر. الطياره اللي معانا بعد كده قاسي 295 بيرسكوارادير، طولها 24.5 متر، ارتفاعها 8.6 متر، طول الجناح بتاعها 26.5 متر، اما مساحه الجناح 59 متر مربع، وزنها وهي محمله بعد ما تتحمل بالوقود وكل حاجه 21 طن، اقصى وزن ليها علشان تقدر تقلع 23 طن. بتحتوي على 2 محرك توربيني، طاقة كل واحد فيهم 2.6 حصان. الطيارة اللي بعد كده اللي عاوز اكلمك عليها دي اتش سي 5 بافالو، الطاقم بتاعها 3 افراد، الساعة بتاعتها تقدر تشيل 41 جندي بكل معداتهم، طولها 24 متر، طول الجناح 29 متر، ارتفاعها 8.7 متر، مساحة الجناح 88 متر مربع، وزنها وهي فاضية 11.5 طن، أقصى وزن ليها علشان تقدر تقلع 22 طن. بتحتوي على 2 محرك سي تي 64، السرعة القصوى ليها 467 كيلومتر في الساعة، المدى بتاعها 1112 كيلومتر في الساعة الواحدة، أقصى ارتفاع ممكن تطلعه 10 كيلو، معدل السقوط بتاعها 12 متر في الثانية الواحدة. آخر واحدة معانا سي 130 هيركليز، دي الطاقم بتاعها بيبقى 5، حمولتها بتوصل ل 21 طن، طولها 30 متر، طول الجناح 40.5 متر، ارتفاعها 11.5 متر، مساحة الجناح 162 متر مربع، وزنها وهي فاضية 34 طن، أقصى وزن ليها علشان تقدر تقلع 70 طن. فيها 4 محركات أليسون تي 56، أقصى سرعة ممكن توصل لها 592 كيلو متر في الساعة الواحدة، النطاق بتاعها 3800 كيلو متر، أقصى ارتفاع ليها 11 كيلو، معدل الصعود بتاعها 10 متر في الثانية الواحدة. ولحد هنا خلصت حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، السلام عليكم.